هذا فيلم باربي، فيلم موجه للأطفال الصغار. يبدأ الفيلم بمشهد افتتاحي تقوم من خلاله مجموعة من الفتيات بتحطيم دماهم، وذلك بعدما شاهدوا جمال الباربي. سيقان طويلة، عيون زرقاء، شعر أصفر، أنف صغير، جسم مثالي، ملابس كلها بالوردي. في رسالة للفتيات الصغيرات لتكونوا باربي، لا تلعبوا دور الأم بدون ما تشبه الأطفال الصغار، بل حطموها وكونوا باربي. ليس ذلك فقط، تجد أن الفيلم مخصص الأطفال الصغار فوق عمر 13 عاما، وفي نفس الوقت به مشاهد عري وتحرش. في رسالة مفادها أن التعري علامة للتميز، فكوني متعرية كما باربي حتى تلفت النظر. ليس ذلك فقط، تجد أن أحداث الفيلم تدور حول كره الرجال، وباربي دائما تحاول الفرار منهم، ففي عالم باربي الرجال هم المشكلة. في رسالة لكره الرجال تحت مفهوم النسوية. ليس ذلك فقط، تجد في الفيلم ذكور متحولة جنسيا تؤدي دور الباربي، بل ويؤدونه أفضل من النساء حتى. في رسالة للفتيان الصغار أنكم إذا أردتم أن تتحولوا ستكونون أجمل من النساء أنفسهم، وسيعجب بكم ذكر آخر كما تعرض أحداث الفيلم. ليس ذلك فقط، بل كل ذلك وأكثر في فيلم مليء بالأجندة الخبيثة التي تضخ لعقول الأطفال، لدرجة يقول أحد الممثلين بهذا الفيلم: الفيلم عبارة عن حلوى قليلة السم ما وراء كواليس باربي. قديما كانت الألعاب التي تلعب بها الفتيات الصغيرات عبارة عن دمية تشبه الرضيع، يقمن باللعب معها عن طريق إطعامها ووضع الحليب في فمها وتسريح شعرها والعناية بها. كنا يقمن بدور الأم لتلك الدمية، وهذا الأمر وفق علم النفس كان يساعد الطفلة على تعزيز مهارات الرعاية والأمومة لديها من صغرها. هذا الكلام لم يعجب هذه السيدة، وقالت باستهجان: ما هذا الهراء؟ يجب أن تلعب الفتيات الصغيرات دور عارضة الأزياء التي تلبس ملابس فاتنة، أو يلعبن أدوار من يقمن بمهن مختلفة، وليس دور الأم. مع أنه أيها الحبيب، لعب الطفلة لدور الأم والرعاية مع لعبتها هو أمر فطري، يعني لا أحد يجبر طفلته على ذلك، أمر فطري تلقائي. ولكن هذا الرد لم يعجب تلك السيدة النسوية، وصممت أن تهدم تلك الفطرة بالفتيات الصغيرات، فقررت أن تبتكر لعبة بدل تلك الدمية الرضيعة، بحيث تضع بها كل شيء يبعد الفتيات عن فطرة الأمومة. وبالفعل ذهبت إلى أوروبا وابتاعت هناك لعبة كانت معروفة باسم بيلد ليلى، دمية ليس لها علاقة بالأطفال الصغار. كان جسد الدمية مثير جدا، وأقرب ما يكون لبائعات الهواء وعارضات الأزياء، ولكنها أجرت بعض التعديلات على اللعبة وسمتها باربي نسبة إلى اسم ابنتها، ثم بدأت بيعها في الأسواق والترويج لها بشتى الطرق الممكنة، وصولا إلى إنتاج فيلم كامل تحت عنوان باربي، والذي يجسد كل الأفكار التي يدعون لها، وعلى رأسها هدم الأمومة. فكر نسوي بحت. فالفكرة الأساسية لعمل اللعبة ليس اللعب بها فقط، بل تغيير أفكار وأحلام وتصورات جيل كامل. يقول الرئيس التنفيذي للشركة: باربي أكثر بكثير من مجرد لعبة، بل هي رمز ثقافي وأيقونة بوب، وهي تكون ما نؤمن به. واليوم لعبة باربي لا يكاد بيت في العالم إلا ودخلته. حتى أنت الآن يا من تشاهد هذا المقطع قد تأثرت باللعبة دون أن تشعري حتى، وسأثبت لك ذلك. تنميط الجمال. إذا سألت أي فتاة عما تتمنى أن تكون عليه من مواصفات شكلية، ستجدها تخبرك هذه المواصفات: شعر أصفر، عيون زرقاء، أنف صغير، جسم مثالي إلى آخره، التي هي مواصفات باربي. وإذا سألت أي شاب في منتصف عمره عن فتاة أحلامه، ستجده يصف لك هذه المواصفات أيضا، التي هي مواصفات باربي. وإذا سألت أي أم عن المواصفات الشكلية التي تريدها في زوجة ابنها، ستجدها تخبرك أن تكون بنت حلال، وهذه المواصفات التي هي أيضا مواصفات باربي. وهنا يجب أن تتوقف لوهلة وتفكر: كيف أصبح معيار الجمال في عقول الناس لا شعوريا مواصفات لعبة باربي، مع أنه فعليا شكل باربي لا يمكن الوصول إليه في إنسان حقيقي. If it had Barbie's proportions, she'd have shorter arms, a longer neck, and tiny feet. In fact, they'd be so small that she'd have trouble balancing and would be forced to walk on all fours. فهم نمطوا الجمال في عقلك وجعلونا نعتقد أن مواصفات الجمال هي باربي، التي هي ليست حقيقية أساسا. وهنا اتجهت الفتيات لعمليات التجميل، وعزفت الشباب عن الجمال الحقيقي. وخذ عندك ما يترتب على ذلك من ثغرات مجتمعية. في بحث نشر في مجلة بود إيمج يقول أن الفتيات اللواتي لعبن مع باربي كان لديهن شكاوى حول أجسادهن أكثر من الفتيات اللواتي لعبن بدمى ذات أبعاد الجسم الأكثر واقعية. أسلمت باربي. جاء مجموعة من الشباب المسلم المتحمس وقال: يجب أن نجد بديلا عن باربي المتعرية التي تدس أفكار خبيثة في عقول أطفالنا. فرد آخر: طيب ما العمل؟ فقال حينها أحدهم بصوت به حكمة: يجب أن نجعلها تسلم.
وبالفعل بدلا يحل مشكلة باربي من جذورها، ألا وهي هدم فطرة الأمومة والرعاية لدى الفتيات، ونشر الفكر النسوي وكره الرجال، ثم نشر الشذوذ والتعري وتغيير مقاييس الجمال بين الفتيات وغيرها الكثير من الأفكار الخبيثة، بدل كل ذلك كله قرروا تلبيس باربي الحجاب وسموا اللعبة فلة. وإذا لاحظت تجدها فاتنة أكثر من باربي نفسها، وحجابها ليس له علاقة بالستر. والمشكلة أنها تعرف على ويكيبيديا على أنها دمية إسلامية محجبة تمثل القيم الأخلاقية والاجتماعية العربية. وبالفعل حققت اللعبة نجاحا باهرا، وانتشرت وقتها أخبار مثل الدمية المحجبة فلة تتفوق على الشقراء الغربية باربي، خبر في مصر. والحقيقة أيها الحبيب أن فلة عمل تجاري كامل دون أي أفكار إسلامية خلفه، فقط تغيير اللون والشكل. وأسلمت باربي، بل وأسلمت أي شيء آخر يجعلنا تدريجيا ننسلخ من هويتنا وتدريجيا نتخلى عنها. وين المشكلة؟ المشكلة في البديل الإسلامي، نيجي نحط لهم بديل لباربي نجيب لهم فلة. لكن وين مشكلة فلة؟ أنها عبارة عن نداء أنثوي لتضاريس الجسد الأنثوي بس لابس جلباب. هلا شو اللي بيصير ما بين هذا الحلم اللي الإسلاميين بدهم إياه وتقديمنا لشخص شخصية فلة؟ انشأ عنا الصورة اللي تحت، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، تلبس جينز وإشارة. واسمحوا لي حاعطي مثل شوي صادم جدا، المثال الصادم، لكن شوفوا هذا الإعلان. وين المشكلة في الإعلان؟ الإعلان للجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، رمز الأنثى المرأة شو لابس؟ لابس فستان، فستان غربي. مما يؤسفني في هذه الحلقة أنني رأيت أسلم لباربي من مؤثرات محجبات بل وملتزمات، قمنا بارتداء ملابس وردية على أنغام موسيقى باربي جهلا منهن أن هذا دعم غير مباشر لذلك الفيلم واللعبة بشكل عام. لا أعلم إن كنا يعلم معاني كلمة باربي التي يرقصنا على أنغامها أصلا. فكرة تقليد الغرب ومنتجاتهم وترنداتهم بشكل أعمى أعتبره قمة السفه وقمة فقدان الهوية. واليوم ما أكثر المقلدين وما أقل الأصليين. لذلك أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، إياك أبدا أن تبحثي عن البديل، بل دائما ارجعي للأصل. مثلا فلة بديلة عن باربي، أصلها باربي لا تشتريها. أو الأكثر استفزازا الآن في وقتنا الحالي، الفاشينيستا المسلمة التي هي بديل عن الفاشينيستا الغربية، وما أكثرهن هذه الأيام. لا تتابعيهم، لأنه باختصار كلاهما يعرضان أنفسهما على أعين الرجال، متناسين أن الحجاب شرع لإخفاء زينتك وليس لتبذيرها على مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء مختلفة. فالبديل لأصل خطأ على الأغلب هو خطأ. أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتبه لرعيتك مما نعيش وسنعيش، فنصل لزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر كما أخبرنا، ولكنك بوعيك أقوى وبوعيك درعا لأهلك ونفسك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. Barbie just is terrible. The first few minutes, it's got a bunch of little girls playing with little baby dolls, and the girls take the baby dolls and bash them and slap them and say, we don't have to be mothers anymore. In Barbie land, men are the problem with all of society. It's hardcore feminist. So men are the villain, and trans, you know, there are a couple of trans people playing characters, Barbie. So you should tell your little girls that if you want to be Barbie, you want to be a swimmer, you want to be anything else in society, men can be women better. That's what the movie's saying.